أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور ال 16 من محافظة بني سويف، نرحب كلنا بمدرسة باها الثانوية. مدرسة باها الثانوية المشتركة، تأسست المدرسة عام 2015 وتهدف إلى إعداد جيل مميز قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في خدمة قضايا الوطن. أحرزت المدرسة نتائج متقدمة ومشرفة في العديد من المسابقات بأنواعها المختلفة، تعد من أفضل المدارس على مستوى الجمهورية في حصد الدرجات العليا في الشهادة الثانوية سنوياً. هيمثل مدرسة باها الثانوية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم شهد رمضان. استعدينا برنامج العباقرة بإن احنا حاولنا نذاكر بطريقة مختلفة عشان نقدر نجمع أكبر قدر من المعلومات، وقسمنا المجالات على بعض عشان نقدر نعمل ماتش كويس ونصعد لدور ال 16. محمد رمضان. المدرسة اختبرتنا، عملتنا تصفيات وواقع علينا احد 8 الاختيار، وبإذن الله نشرف المدرسة ونقدم بشكل كويس. من حلمي إن أنا أكون طبيب عظام، لأن والدي ووالدتي عانوا من هذه المشكلة، وبإذن الله في المستقبل أقدر أفيدهم وأفيدهم. رحاب أحمد. أنا سعيدة جدا بإن احنا نشارك في برنامج العباقرة لأول مرة، ومش قلقانين خالص وجايين حاطين عينينا على الكاس. البنك الأهلي بالاشتراك مع برنامج العباقرة قدر يطور المدارس الحكومية في مصر، وأنا سعيدة أنا وأصدقائي إن احنا هنشارك في التطور ده من خلال إجاباتنا الصحيحة. محمد أحمد. أهلي فرحوا جدا واتبسطوا جدا أول ما سمعوا خبر إن أنا مشارك في برنامج العباقرة، وخصوصا والدي هو اللي كان بينظم لي وقتي وكان بيحاول يزودني من المعلومات علشان أقدر أجاوب أكبر قدر من الأسئلة. باها بني سويف، حمد لله على السلامة. أخيرا يا شاهد، شاركته أول مرة تقدمه ولا قدمته قبل كده؟ لا، أول مرة. جميل جدا. لما أنتوا جيتوا هنا كان التصفيات صعبة؟ كان التواصل صعب ولا كان سهل؟ لا، كان سهل جدا وكان كويس. أنا دايما بقول وبسأل السؤال ده ليه؟ لأن أنا بتمنى أن كل مدارس اللي ما شاركتش تقدم وتشارك معانا وتخوض التجربة. إحساسك إيه وإنتي جوه الاستوديو بعد ما قعدتي تتفرجي طول الوقت على البرنامج؟ كان حلم ليكي تشاركي؟ أيوة فعلا كان حلم ليا، لأن والدتي حلمها أن أنا أشارك، ولما عرفت أن أنا أشارك كانت فرحانة جدا. جميل جدا. شاهد، عايزة تبقي دكتورة قلب، اشمعنى جراحة القلب؟ لأنا شفت المأساة اللي هم بيعيشوها الناس اللي هم عندهم مرض في القلب أو كده، وعايز أساعدهم. كمان عندي فكرة اللي هو إن شاء الله لو بقيت دكتورة قلب هعمل مستشفى وبقى فيها قسم خاص بالأطفال، اللي هو عايشهم بطريقة يعني ما يحسوش إن هم ناقصين حاجة عن البرة. الناس اللي عايشين برة عايشين حياة سليمة وعايشين حياة كويسة، لا يحس إن هم عايشين كويسين عادي ومفهومش أي مشكلة. حلم عظيم، ربنا يوفقك وتعرفي تنفذيه. شاهد زي نوران، انت كمان مهتمه بتصميم الازياء صح؟ بتعملي ايه؟ بعمل اشغال يدويه، وان هو بحاول نعمل شنط ولبس، وبحاول نرسم، فبحاول لسه يعني مره في الثانيه في الثالثه هيبقى كويس، هتعملي حاجه كويسه. محمد رمضان، رحاب، محمد احمد، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه باها بني سويف.